قبل عدة سنوات كان مجرد تفكيري في تصنيع سيارة كهربائية ضربا من الخيال ولا يقترب من الواقع العملي، لكن ارتفاع مستويات التلوث في الصين جعل المصنعين يفكرون بصورة جدية في تصنيع هذه السيارة الكهربائية. عدد السيارات الكهربائية التي بيعت في العام الماضي بلغ 19 مليونا، وكانت الصين أكبر الأسواق التي استوعبت هذا النوع من السيارات. وعلى الرغم من رغبة الصينيين في شراء السيارات الكهربائية، فإن ارتفاع تكاليفها وتخلفها التقني يقفان حائلا دون أن تحتل هذه السيارة مكانتها المناسبة في الأسواق الصينية. معظم الناس يعرفون أن هذه الصناعة لم تصل حتى الآن إلى المستوى المناسب، وبالتالي فهي ليست المنتج العملي المطلوب. الحكومة الصينية تفكر الآن في إجراء تخفيضات على أسعار السيارات الكهربائية من أجل تسهيل بيعها في الأسواق. قبل 4 سنوات عندما أدخلنا مفهوم السيارة الكهربائية ظن البعض أننا فقدنا عقولنا، لكن لم يعد الكثيرون ينظرون إلينا هكذا الآن. تطور الطبقة الوسطى الجديدة في الصين بعد الازدهار الاقتصادي جعل الإقبال على شراء السيارات كبيرا في البلاد، وهو ما جعل نسبة التلوث ترتفع بدرجة كبيرة، وبالتالي بدأت الحكومة الصينية تحدد عدد السيارات التي تباع في المدن، كما رفعت مستوى القيود التي تحدد نسبة انبعاث الغازات الكربونية من تلك السيارات. هذه الإجراءات سارت في اتجاه السيارات الكهربائية، ونحن بدورنا سنستخدم كل قدراتنا التقنية لتحقيق هذا الغرض. معظم المصنعين الذين شاركوا في معرض شانغهاي يعتقدون أن الصين ستكون أكبر سوق لبيع السيارات، وستتفوق قريبا على الولايات المتحدة في هذا المجال، وذلك ما سيشجع الإقبال على شراء السيارات الكهربائية. لكن السيارة الكهربائية لن تكون وحدها المشروع الذي سيوجه نحو المحافظة على البيئة، إذ صممت الولايات المتحدة أيضا طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، وستسافر لأول مرة عبر الولايات المتحدة في شهر مايو أيار المقبل مستخدمة الطاقة الشمسية.